لسه بنتكلم مع حضراتكم عن جلسة مجلس الأمن اللي كنا بنتابعها منذ قليل، وكان فيها برضو كلمة لوزير الخارجية الفلسطيني السيد رياض المالكي اللي أكد أنه عدم تحرك مجلس الأمن الدولي وإخفاقه في التوصل لموقف موحد ضد الحرب بين إسرائيل وحماس لا يغتفر، وندد بالمجازر اللي بترتكبها إسرائيل، وأضاف أن الأمن والسلام لا يمكن أن يتحقق بقتل الأطفال وتدمير المنازل، وتساءل كم من الضحايا الأطفال والمدنيين يكفي حتى يدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة. أضاف وزير الخارجية الفلسطيني وإن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هو الطريق لتحقيق السلام. المالكي قال إنه عبارات التضامن والغضب على قتل الفلسطينيين يجب ألا تكون مصحوبة بأعذار لمواصلة قتلهم، وإنه بيوجد أكثر من 1000 فلسطيني تحت الأنقاض في غزة، و2 مليون فلسطيني بيعيشوا تحت القصف، وأي تأخر في إدخال المساعدات والوقود يعني حكما جديدا بالإعدام على سكان غزة.